السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد للقناة ديال يونس وأشواق. أول حاجة بغيت نشكركم بزاف على لي كومونتير على آخر فيديو، الهجوم اللي هجمتوا على يونس عجبتوني فيه، شكرا لكم بزاف. وبغيت نشكر حتى عائلتي اللي مساندانا ومشجعانا على القناة ديالنا. كنبغي نشكر ماما وبابا والعائلة كاملة اللي جيت نذكر ما غاديش نسالي، شكرا لكم بزاف. وكاع الناس اللي كتابعنا وكتشجعنا شكرا لكم بزاف. وثاني حاجه بالنسبه لهذا الفيديو فغيكون عباره انني غادي نشارك معكم شنو جهزت للعيد، وغادي نحاول نقسم الفيديو باش ما يجيش طويل، واخا حتى هذا الفيديو طويل شويه ولكن غير تفرجوا له حتى الاخر، فيه بزاف ديال الوصفات اللي غادي يفيدوكم واللي جربتهم انا شخصيا وعجبوني بزاف وناجحين 100%. فقط غادي تتبعوا الطريقه وان شاء الله غادي تعجبكم. مهم خليكم حتى الاخر الفيديو، والناس اللي جداد اول مره كتشوفوا القناه ديالنا ما تنساوش تدخلوا تضغطوا على داك سبسكرايب وتشغلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالنا. كنتمنى نكون عند حسن ظنكم وتزيد تكبر القناه ديالنا بالدعم ديالكم، شكرا لكم بزاف وخليكم حتى الاخر الفيديو. المهم البنات في بيبان ديالنا راني درت هنايا 4 ديال الكيسان ديال العنبه. انا لقيت هذا الكاس عندي نفس العبار ديال العنبه. بالنسبه بغيت نسول اللي كاينين عندي هنايا الناس ديال الان كيتبعوا القناه ديالنا، عافاكم الا كتعرفوا شي بلاصه منين نقدر ناخذ الكسعه ديال البرمه. لحقاش كان حدايا واحد مغربي كيجيب داك الشيء، ملي جيت لقيت تسالالو كلشي، لا كسعه لا برمه لا كلشي تسالالو، كيقول لي غادي نجيب غنجيب، لحد الان ما جابش. قبل من رمضان بشحال لقيت واحد الصفحه فيسبوك عندهم في ابو ظبي، صيفطت لهم حتى هما من قبل من رمضان، هو كيقول لي غيكون التواصل كذا مع هادشي د كورونا وهادي وهادي. المهم الا كتعرفوا شي حد هنايا نعتوه لي يعني يكون هنايا عنده داكشي ديال المغرب. المهم هادي بين قوسين نكملوا الفيديو ديالنا. غادي نحتاجوا البسيبان 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق اولا 450 غرام 500 غرام. غادي نزيد نضيف عليه المكونات، غندير رشه الملح. بالنسبه للسكر سنيده على حسب الذوق، انا غندير 3 ديال المعالق السكر سنيده، جوج ثلاثه، غنزيد شويه باش ما يجيوش حلوين بزاف. بالنسبه لخميره الحلوى بيكنج باودر غديروا كيس ديال الارزة، كيس احمر انا ما عنديش، غندي كنعوض بجوج ديال المعالق. غنديروا حتى كيس ديال الفاني، نكهه الفاني فانيلا، انا غادي ندير معلقه سادات. خميره الخبز انا دوبتها هنايا لحقاش عندي الخميره حبيبات فخاصها تذوب، خميره الخبز اولا المهم خميره حبيبات اولا المعجونه اللي كان، معلقه كبيره غنضيفها. وبقات دابا الزيت، غنديرو الحليب بودرة، حليب بودرة معلقة، معلقة كبيرة، شوية مش مشكل. الزيت نصف كأس اولا قول نصف كأس ما كاملش يعني ثلث. فقط هذه هي المكونات، غنجمعوا بكاس ديال الماء دافي، ماشي دافي غير بحراره المطبخ. غنخلط هذا الشيء مزيان، نحاول نجمع عاد نزيد الماء.
ونخليها ترتاح واحد 20 دقيقة، ومن بعد نخدم بها. المهم بالنسبة للزبدة ديال التوراق، أنا غنستعمل هذه د المراعي، غتستعملو مهم شنو سميتها، مشات لي سميتها. المهم الزبدة تكون بحال هكا قاصحة، هي اللي كتجي زوينة وكتجي أحسن في التوراق. هنايا هذه 200 غرام، ناقص منها شوية ماشي مشكل، يمكن لكم تستعملو 200 غرام أو اللي يكون ناقص منها شوية راه عادي. وغادي نحكوها بالاستعانة بالدقيق، ضروري من الدقيق باش ما تلصقليناش في الحكاكة. مهم من بعد ما ارتحت لي العجين، كيف ما كتشوفوا انتفخت لحقاش فيها الخميرة، غادي ندردر الدقيق على سطح العمل، ضروري ضروري غادي نستعن به. وصافي من بعد غادي نخدم بالعجينة ديالي، كتكون رطبة وكنستعن بالدقيق باش كتجيني ساهلة في الخدمة. وبالنسبة لهاد الغزال اللي شرى لي سيونس زروطة صافي من بعد ما كنطلقها هكا مزيان مزيان حتى كتطلق، كنجيب الزبدة اللي كنت ديجا حكيت كنديرها في الوسط وكنطوي بهاد الطريقة هادي على جوج. ومن بعد عاود مهم ضروري كتبقاو تستعنوا بالدقيق باش ما تلصق ليكمش، خصوصا فاش ديروا الزبده باش ما تخرج ليكمش الزبده وتلصق على سطح العمل. غنستعنوا بالدقيق، ومن بعد غادي ندلكوه مزيان مزيان، نحاولوا ندلكوه، وعاود ثاني غادي نطويو مره واحده اخرى على هذا الشكل. ودائما استعانه بالدقيق باش ما تخرج ليكمش الزبده وتلصق على سطح العمل. غير كنطلق العجينه مزيان، كنقسمها على جوج ديال المستطيلات تقريبا نفس القياس، ومن بعد كنحاول انني ندلك كل واحد. ودائما دائما كيف ما قلت لكم الاستعانه بالدقيق. كنحاول ندلكو مزيان، نبسطو شويه، ومن بعد كنطويه على هذا الشكل هذا، وكنخليه في الجنب. وكنجيب المستطيل الثاني، كنحضر ليه المكان ديالو، كنجيب المستطيل هذا كيف ما كتشوفوا حتى هو غادي نطلقو، غنحاول نجيبو نفس القياس ديال الاول. راه حرت مع هذاك فين ما حطيتو كنلقى بلي دلك غيقيسو. المهم من بعد كنجيبو وكنحطو في وسط الاخر وكنلويهم بحال هكا. انا باين لي صافي غنخلي بتيبانه بحال هكا وحده ونوض مع الطريق المهم في الاخير كنجمع العجين ديالي بالسلوفان وكنخليه يرتاح حتى كيرطب لينا واحد 10 دقائق هكاك باش يجينا سهل في الخدمه. ومن بعد كنجبدوه وكنعاودو ندلكوه، دابا كيكون صافي جاهز لينا باش نخدموه. فقط غادي نبسطوه بالدلك ديالنا حتى نطلقوه مزيان 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 على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نطويه اخر مره فقط باش يجيني مقاد من الجناب، نحاولو داك الشني تفات يعني يتقاد لينا في الدلكه، يجينا مستطيل مسرح ويجينا مقاد ما يكونوش فيه داك الشناسف فقط. ودائما الاستعانه بالدقيق. وغادي نطلقو من بعد ما بسطو، دابا اخر حاجه كنقسمو على هذا الشكل على جوج، ومن بعد كنبقى نشكل على شكل مستطيلات صغار. وكان غادي نهز وحده نوريكم كيفاش كنديرو. المهم انا غنستعمل هاد الشكلات، هو الصراحه من الاحسن داك الشكلات ديال البتيبان اللي كيكون طويل، انا فقط ما لقيتوش، يمكن لكم تستعملوا الشكلات اللي كيعجبكم. غادي نديرو على هاد الشكل وغنبقى نطوي، وغادي نحاول نطلق داك الجنيبات، وفي الاخير كتجي على هاد الشكل. غادي نحطها في اللاطه اللي غندخل الفران ونخليهم حتى يختمروا مزيان.
وصافي هادوك جوج جاوني كبار حيت كانوا من الجوانب. هادشي اللي كاين. بالنسبه الى بغيتوهم يخمروا لكم دغيا وما ياخذوش الوقت بحال اللي درت انا، غادي تشعلوا الفران ولكن يكون غير يعني عاطي داك الحراره ديال ماشي سخون بزاف، فقط الحراره ديال الصيف، وتخليوهم يخمروا وتخرجوهم. من بعد ما كيختمروا كنوجد واحد الاصفر البيضاء مع الحليب وشويه السكر، خلطتهم مزيان وغادي ندهن بهم السيبان ديالي. وبالنسبه للفران انا راه دابا شاعله، خاصو يكون سخون مزيان مزيان، ومن بعد غنقلل البوطه مزيان بحال كنطيب الكيك، وغنشعل عليهم من تحت ونخليهم حتى يتنفخوا، ما نحلوش عليهم نهائيا. المهم هو هذا بسي بان غير خرج من بعد ما تحمر، صراحه كيجي زوين وكيجي رطب، راه سخون ما قداش نحلو، المهم كيجي رطب، كيجي اللون ديالو زوين والشكل ديالو حتى هو زوين، وحتى المذاق كيجي زوين. وصراحه ناجح من اول مره عندكم بسي بان ولا سناك، راه من اول مره نسوقهم كيصدقوا ناجحين، غير يعني تبعوا المقادير كيف ما هما والطريقه. المهم البنات هادو هما الشناك اللي قلت لكم درت، ما شاركتش معكم الوصفه، ولكن انا غنخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف باش تشوفوا من شنو سميتو من الاخت اللي دارت الطريقه ديالهم، راهم زوينين بزاف ما غتندموش عليهم، عجبوني. علاش انا ما صورت لكمش الطريقه؟ لحقاش اول مره نديرهم وخفت انهم ما يصدقوليش ولا شي حاجه، يعني اول مره غنجربهم، ولكن من اول مره كيصدقوا زوينين، كيجيو رطب، ومفشفشين انا غنحلهم لكم من داخل، كيجيو رطب زوينين الصراحه وبنان، وكيصدقوا نتبعوا ديك الطريقه كيطلعوا زوينين، ما يعني داكشي كيف ما هو. دابا غادي ندوز نحضر معكم واحد الفطائر كيجيو زوينين بزاف، غنوجدهم انا لفطور المغرب، ولكن ساهلين ببساطه، يمكن لكم توجدوهم في نهار العيد في صباح العيد دغيا تيغيوجدوا ليكم. كديروا فيهم جوج كيسان ديال العنب الدقيق، جوج كيسان ديال السميده، ومعلقه كبيره ديال نيدو الحليب مجفف، ومعلقه متوسطه ديال الخميره، معلقه متوسطه ديال السكر، 8 غرام ديال الخميره الحلوى، شويه ديال الفاني، ورشه ملح، وبيضه، وكنجمعوا هذا الشيء كامل بربعه ديال الكيسان ديال الماء ديال العنب. مهم انا من بعد ما زدت الماء، ربعه الكيسان ديال الماء يكون دافي وبيضه، غادي نحاول نحرك هاد المكونات هنايا بواحد الخلاط يدوي، ومن بعد غادي نديرهم في مولينيكس باش يتحركوا لي مزيان. دوزهم دابا في مولينيكس وغنرجع نخليهم هنايا حتى يختمروا. تدير شويه ديال الزيت الرميه هي فوق هذه، هي فوق الخلاط امين مشتا، نخلطوها كيف ما كتشوفوا، شويه زيت السيو ديال المغرب كاينه في الامارات، حبس الفيديو. المهم بعد ما كتختمر بحال هكا انت كدير هاد بحال الرغوه من الفوق، صافي دابا كنبداو نطيبوها، كتبان لكم حتى الحجم ديالها كيتضاعف، وكنبقاو نهزو بشي مغرفه بحال الواد ملي كيحمل انتما كيجي على الشكل كتهزو مغرفه بحال البيصار بحال كديروها. المهم بحال البغرير هادشي، هذا بحال الغليل ولكن كيجي رغايف اييه كيجي غليظ عليه شويه، راه حتى هو شي بحال كيلف وقعات بحال غير راه كيجي. المهم حتى كيقرب يطيب كيشد راسو شويه، كديروا له الزيت من الفوق بحال هكا وعاد كتقلبوه كيف ما كتشوفوا كتجي بحال التقلبات. المهم الا تصوبوا لكم شويه شي شناتيف حاولوا تحيدوهم عادي، هانتوما يبان لكم بحال الرغيف ولكن عامره غليظه بزاف، وكتحمر من جوج الجهات، كتجي بنينه مازال ما تقساش اكيد باينه. المهم ها هما دو غساليتهم، صراحه كيجيو زوينين رطب. هذه اخر وحده جات صغيره، عتي راه كيتثقبوا بحال البغرير، هما نورمالمون كيتقدموا مع الزبده والعسل. اليونس ما عرفتش شنو جا هاد النهار بغاهم بالجبن، المهم كدهنوهم بهم، والا بغيتو تخليهم هكا وديك الساعه كل واحد يدير اللي بغا، يا كوفيتير يا زبده وعسل. المهم انا وجدت لاصوص ديالي وهما هادو، كنصحكم تجربوهم ساهلين، كيجيو رطب الصراحه غزالين. بالصحه والراحه. المهم هذه اخر حاجه غنشارك معكم، هي غريبه ديال البهله. المهم غادي نحتاجو فيها زبده 250 غرام،
ديال الزبده. انا درتها هنا حيت خاصها تكون بحراره المطبخ، ونسيت ما خرجتهاش من الثلاجه، وداكشي علاش حليتها وخليتها شويه باش تسلق لي. والمقادير الاخرى غادي نحتاجو زنجلان، زدت انا شويه ديال الزنجلان، يمكن لكم ما ديروهش، يمكن لكم ديروه. كاوكاو مهرمش بحال هكا، والسر ديال اللذة كيجي مذاق زوين في هاد الغريبة هي الحليب المجفف، 2 معالق كبار. وبالنسبة للسكر سنيدة غادي نديرو 2 ديال المعالق، عفوا 2 ديال الكيسان ديال العنبة السنيدة. تكون سنيدة، الحبات ديالها رقاقين، ماشي سكر كلاصي، ولكن ما تكونش حبات ديالها غلاض. وبالنسبة للزيت حتى هي غادي نحتاجو 2 كيسان ديال العنبة. والدقيق عفوا قبل، غادي نحتاجو ساشيه ديال شنو سميتها الفاني. انا ما عنديش، المهم اذا كانوا بلي ساشي غديروا ساشي، ما كانش بساشي غادي ديروا 7.7 غرام، 7.5 غرام. وبالنسبه للبيكين باودر 3 ديال الساشيات ديال الخمارة حمراء، إذا ما كانتش كانت عندكم بالعبار، راه كل خمارة حمراء كيكونوا فيها 2 معالق ديال يعني 2 معالق صغار. والدقيق غادي نحتاجو هنايا الدقيق كيلو قل الكاس ديال العنبه، اللي هما 7 ديال الكيسان ديال العنبه. غادي نديرو هنايا الزبده، وغنضيفو اليها السكر. نسيت ما قلت لكمش رشه حتى الملح، غنديرو رشه الملح. غنضيفو السكر سنيده، وغادي نديرو رشه الملح، وغندير الفاني، وغادي نحاول نخدم بجوج هاد السنيده مع الزبده مزيان. من بعد ما كنعجن الزبده مع السكر مزيان وكيندمجوا، كنزيد الزيت وكنحاول نخلطهم حتى يرجعوا خليط واحد متجانس. وكنزيد الزنجلان، كنزيد باقي العناصر كاوكاو، كنخلطهم مزيان. ومن بعد كنبقى نزيد الدقيق، ولكن ماشي في خطره واحده، كنزيد شويه بشويه حتى كيتجمع لنا الخليط. كنزيدو حتى الحليب المجفف، كنبقاو نجمعوه، وغادي نبقى نزيد الدقيق بشويه بشويه. ودابا غادي نزيد الخماره ديال الحلوه، غادي نعبرها معاكم. هنايا ها هي دي، دابا كملت ساشي واحد، 2 معالق تانيين الساشي الثاني، وعاود 2 معالق صغار الساشي الثالث، يعني عندي 3 ساشي ديال الخمارة حمراء او 6 المعالق. من بعد الدقيق اللي بقى لي كامل، وكتولي الى هذا الشكل، كتجمع وفي نفس الوقت كتفرتت، يعني بصعوبة كتجمع لينا. يعني ومن بعد كنبقى نشكلها، غادي تشكلوها يعني دوائر صغار بالكف ديال يديكم، وتبقاو تبركوا عليها شويه، تكون صغيره لحقاش من بعد راه غتنتفخ ليكم في الفران، وغيضاعف الضاعف عفوا الحجم ديالها. فغادي يعني تشكلوها على شكل كويرات صغار، وتحاولوا تدقوا عليها بالكف ديال يديكم فقط، تخدموا غير بالكف ديال يديكم. بالنسبه للطياب ديالها في الفران، انا حاليا راني شعلت الفران وانا كنشكلها، خاصو يكون سخون، ومن بعد ملي نوجدوها ندخلو ونشعلو البوطه من فوق منها، ونقللو لها ونسدو عليها ونصبرو عليها حتى تبقى تشقق. ضروري خاصكم تتبعوا هذه العمليه باش تنجح معاكم. وهذه هي البهله ديالي، هي يلاه طابت صراحه، هي كتجي زوينه، كتشقق وناجحة 100%. غير تبعوا نفس
الطريقة نفس النصائح وراها كتنجح، غتنجح معاكم ان شاء الله. ومن داخل كتجي بحال هكا صراحة، هشيشة وزوينة حتى في المذاق، رائعة. المهم حتى الان غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم الوصفات اللي شاركت معاكم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا. وما تنساوش تخليوا لي اللايك ولي كومونتير ديالكم اللي كيشجعوني، وكنبغيكم بزاف بزاف. شكرا، باي باي، نشوفكم في فيديو واحد اخر ان شاء الله.